بسم الله خير الاسماء في الارض وفي السماء والصلاه والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم الانبياء وسيد الاتقياء الانقياء تحيه مجدده تحية العز والمجد والكرامة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الآداب العالقة برمضان المرتبطة برمضان. واللي ساعة ساعة ننساوها. أدب الجود والكرم والعطاء والصدقة الدائمة. تعرفوا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث المتفق عليه كان أجود الناس. وكان اجود ما يكون في رمضان الى اذا التقى بجبريل وكان يلتقي بجبريل كل كل ليله فيدارسه القران فكان اذا التقى جبريل اجود بالخير من الريح المرسله يعني سيدنا صلى الله عليه وسلم الجود اصيل فيه وكان صاحب عطاء ونعلم ذلك من حياته ولكن ذلك يتاكد فيه بمناسبه رمضان عندما يدارس جبريل القران في كل ليله فكان اجود بالخير من الريح المرسله رمضان هو مناسبه باش تتفتق ايدينا وقلوبنا وعقولنا عن سبل القرب الى الله تعالى ولم يعبد الله تعالى بشيء قدر عبادته بالاحسان للفقير والمسكين والضعيف والاخذ بايدي اولئك الذين نسيهم الدهر اخواني ما تنساوش وانه عندكم مواطنيكم واخوانكم واقاربكم وجيرانكم واحبابكم يحتاجون الى المساعده والمعونه وان عدد كبير منهم لا يجرؤون ان يمدوا ايديهم للناس لانه عندهم همه وعندهم خشم وما يحبوش يطيحوا قدرهم وما هوش محترفي تسول وانما هم الناس اعفاء هؤلاء يحتاجون منا ان نلفت النظر اليهم وان نتذكرهم وان نمدهم ونحسن اليهم لان من عاده رمضان ان الانسان يحسن لاخيه حتى نستوي على الاقل وقت اللي نقعد على الطاوله نستوي جميعا انتم اخواني الكرام هاو قدامكم طاولتكم حلو ومالح جزء كبير منها اما باش يتحط في الفريج دار وشكون ياكلوا من الصغار توا او يمشي في السله علاش ما يمشيش في قلوب المؤمن في, في كروش وخيانكم المؤمنين المحتاجين ولذلك اكبر قربه نتقرب بها الى الله تعالى هي اطعام الطعام اطعام الطعام, الطعام هو منفذ كبير للدخول على الله تعالى ما قلناش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنه ربكم بسلام الم يكن من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعام المسكين والفقير والضعيف قبل البعثه وهم مشركون كان يحسن اليهم ويطعمهم ويمدهم والسيده خديجه ليله 17 رمضان عندما نزل عليه قوله تعالى اقرا وارتعدت فرائصه صلى الله عليه وسلم لطمأنته قالت له؟ قالت له والله ما يخزيك ربك ابدا انك تحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق اللي يكون عنده في نفسه سعاه لحاجه غيره والذي يذكر غيره قبل ان يذكر نفسه والذي يقدم لغيره قبل ان يقدم لنفسه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه اولئك المتسمون بخلق الاسلام الاكبر الاوفى بل ان القران الكريم جعل من صفات التكذيب بالله تعالى عدم المساعده الم يقل في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحظ على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الامه التي تمنع الاعانه الامه التي تمنع المساعده الامه التي لا تعتني بالضعيف والفقير والمسكين واليتيم والتي لا تسد خله المحتاج هي امه لا تدرك معنى الايمان معنى الايمان ان نمد ايدينا للضعفاء والمساكين وأن نمدها إليهم وهم أعزة ولا نشعرهم بالذلة الله لا يذلني ولا يذلكم ولا يحوجني ولا يحوجكم والذي يهب لحاجة أخيه لن يحتاج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته